ودعتك الله يا عيوني خويا يردون عنك ياخذوني زجري وخول لي باروني انا نخيت اخوتي وما جاوبوني يا اهل الحميه ما تجوني من ايد الاعداء تخلصوني. يقول الراوي فوالله لا انسى زينب بنت علي وهي تندب اخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب يا جده يا محمد صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين مزمل بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء ومحمدا هذا حسين محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا بأبي من في الصاطه مقطع العرى بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى بأبي من ردت له الشمس حتى صلى فأبكت والله كل عدو وصديق ثم ان سكينة سالت من عمتها لمن تخاطبين فاجابتها اخاطب اباك الحسين فالقت بنفسها من محملها الى جسد ابيها واعتنقت جثتها منادي يا والدي والله عظيم انا صير من دغري يتيمة مويا والناح من عقبك لجيمة فابكت جميع الاعداء قال ابن سعد نحوها من على جسد ابيها فاجتمع عليها عدة من الاعراب فجروها من على جسد ابيها قامت والدموع جارية وكأني بها نادت بويا برضاك لو رغم علي انا يجرني العدو من بين ديك اصرخ ودير العان ليا ودري بحميتك ما تخليك معذور يا الحز ورديك وكأني بالعقل انا عادت شمال الناس تتفرج علينا عمت عين اليصيد بالعين لي انا يختل قال غايب ولينا وراس على الرموح لي انا يتفكر وانا اليوم لا والد لي ولا عمون ألوذ بي ولا أخلي بقار جحل رحمي أخذ بيح ورحلي قد بيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي
وقيت محيرة وصفج بلدي لا عبايا سبرالي ولا حتي يزجروني من ابجي وتدمع العين وتبقى يا عبرت بصدر التكسر نهاية يا عدت خويا بس العليل الظل شريدة يصفي وسف يا حسين بيدا وصي يا حبويا اليوم ريدا ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنها يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء خويا ضويا يا عسى نبجت الواروح ويا اولا يا شفتي مخضوب بدمايا يا كولا شوف الرجس يضرب ثنايا يا ري يا فريتا ملاعدا